هاريس، شو بسوي اليوم؟ ماتان كورما. انديان ديش مدان ماتان كورما. قرمة ولا كورما؟ قا كورما. هي انديان ديش ماتان كورما، يعني نوع من اطباق الهنود اللي هو اسمه قرمة. هذا شغلته وايد صعبه مش بسيطه. اللحم عباره عن ورج، تقريبا كيلو ونص لحم، فيه ثوم راس من الكبار، بصل ما مسويها النمونه زين، طماطم مقشر وجاهز، كاري ليبس، هذا زعفران ورقار عرجل هيل جرفه بعيدان شويونة مسمار، فلفل اسود، كزبره بودر، كيومين بودر، هذا البهارات مشكل روحه بكبارها، هذا تعطي جوز الطيب شوي بودر وملحه، كشميري بودر حمر، هذا ميت مسالة، لا شيء يسموه ميت مسالة قويطيات هالكبير في الجمعيات، ميت مسالة، هذا زنجبيل، زنجبيل هذا دانيس، هي هالنمونة قرمش، وهذا كاريليبس، هالمكونات عديناها كلها لكم. هذا البصل طالت عماركم ما يقارب نص كيلو، هذا نص كيلو يبشرونه شي شرات، هذا ها يقلونه بدهن، يقلونه بدهن ها ديب فراي، ويخلونه لين غادي يهنمونه. الحين شو تسوي؟ الحين تطحنونه ومع شو؟ ماكينة بيست كريبي. اي كريبي، يلا الحين يا قم، هذه طريقته. حطوا عليه الماي وركبوا على الماكينة. يلا. ثانيتين ويعتين. يردون ما يزيدون ماحينه، الماء اللي فيه روحه لازم يكون غليظ. يرد يزيد هذا عليه، زاد شوية ماي بعد. يرد يعينه مرة ثانية، طحنه. بس. خلاص ذهب. هذا بس نيم فور ذس وان. ماتان كورما. ماتان كورما، وهذا شو يسوي الحين؟ هذا في فراي اونيون، هذا بيست. شو بتسوي فيه الحين؟ هذا بسوي صوص، هذا جريبي. هذا الصوص ماله مال اللحم. كورما جريبي. كورما جريبي. بس الحين زهبت، ما في أي شيء من المكونات، بس بصل مقلاي ومرجيب وطاحنينه. المعدات المكونات خبرناكم عنها كلها، مكونات الطباخ ما قلنا لكم، خبرناكم شو اللي ينحط شو ما ينحط. الحين طالت عماركم، هذا ترى ما يقارب نص كيلو اللي يخدمه، هذا الحين ما يقارب 4 إلى 5 عبات بصل. يلا الحين هذا بتبتدي الطبخه. هذا زيت نباتي، زيت نباتي. الحين عق سيد من يحط الزيت النباتي بيعق عليه اللي احب تشوفونه. شو الحين سيدي عق الكاري لبس الخضر هذا والسبايس الحي هذا اللي بكباره، كل هالاشياء كلها الاشياء هاي عقها مره واحده الحين. البصل وكل هذا، هاي الحمسه اللي حق البصل حق اللحم الحين. ياو الجرح والكبته وما ادري شو، كل هالاشياء عقها داخل، ما شيء، كل اللي بكباره اللي بكباره حط كله عقه الحين. الله ها الحين عق اللحم عاد. لحم هذا ورش تويس، ورش تويس هاي اللي تشوفونه حطلنا اياه. طبخة يو نيم ماتان كورما. ماتان كوربا. ماتان كورما هذا ديش انديان ديش اولد في الهند كامل يسوونه، ما بالبلاد غير عن الثاني كلها الهند. هذا طلعت عمارك من بعد مرور ما يقارب 10 دقائق حماس، اختفى تقريبا البصل والبهارات الصحيحة. هذا ما حط ولا شيء فيه صاحي بودر، كل اللي حاط منه كل أشياء كبارة بكبارة، البهارات الصحيحة لما يقول المصريين. هذا الزنجبيل ويا ثوم، زنجبيل ويا ثوم الحين وقته، ما يحطون أول بادي آخر شيء. كل شيء ترى ولا شيء، هذا سر نجاح طباخ الهنود، طباخ الهندي، المطبخ الهندي من أغنى المطابخ عالميا، من أغناها، من أنواع المطبخ متنوع أشياء من كل قرية، مليون نوع عندهم، كل قرية مليون نوع عندهم، كل قرية مليون نوع عندهم من الأكل.
الحين طالت عماركم يا زام الطماط، طماطم مقشر وزاهد، وحين تنحط كل البهارات الصحي المطحونة اللي عديناها عليكم بالصبح، كل اللي ينحط الحين هذا، كل اللي يتكون، كل اللي يكودون مرة واحدة، خلاص. بس من الملح غبلاتك تازمونها حمسون، هذا الوقت عادة تتقصر الضوء وينحمس، ياخذ تقريبا 10 دقائق لين يلين الطماط ويرد يختفي مرة ثانية، كله في الحماس. هذا لازم يكون حار ضوء، ها، وهذا مرة خطف تقريبا ما يقارب 10 دقائق في الحماس الأخير، ها، خلون على ضوء حامل، حطوا عليه ما يقارب 2 لتر ولا لتر ونص ماء حار يطبخ، يخلونه لين يستوي ريدي. ها 80% خلاص، من ينضى 80% نشوا وحطوا عليه طالت عماركم القريبي ماله هذا اللي هو البصل هذا، وتوني اتخبر اقول له هالبصل محموس ليش والزنجبيل؟ قال هذا زينوبه، هاي زينوبه اخر شيء، هذا ما زهر على فكره اي او ما ورد، هذا كله للتزيين، خلونا لين يصير وينضى اللحم. بعد مرور طالت عماركم ما يقارب ساعة المروق هذاك خد ساعة، لين الحين المروق خد ساعة، وهذا على ما تشوفون الحين اللحم ناضي. الحين طالت عماركم بيحط القريبي ماله، شو هذا شو اسم هذا؟ ونيل، هذا البصل اللي تحيدون المساعي الحين يحطه، والضوء تم عليه بعدها تعتور. هاي طبخة شو اسم نيم فور ذا فود؟ مطن كورما. مطن كورما. مطن كورما. إيه. الحين يغلط عادة. يصير يغلط ويقصرون على الضوء. خلي هاو لونج؟ هذا 15 مينيت بس. 15؟ 15. إيه. الحين يحط شوي ولا ما ورد؟ ليش ما أدري؟ لكن هم شي يحطون. هذا شغلته اللي روحهم. هذا متن الحين طلعت عماركم مرة غاية المتمني، والله يا أبوكم لا تروحون ريح اللي يروح حينها، غير أنه أول شيء ترى لترين الماء خلاهن لين خفن 90% منهن، وزاد عليهن البصل هذاك اللي المشروخ، مشروخ بقلاص ماء تقريبا. يلا عاد بسرعة جلدي ما يبى تفنين عادة هكذا، خلص جلدي ترى السناب وحدة حين بتخلص اللحم غادي تحرون مح من النضوي. يلا دالو جدي هذا البصل المحمر من قبل، وهذا الزنجبيل المبشور، ورق الغار، هذه حين القربة شو اسمها هريس؟ مطن قربة جاهزة، ريحة تخنينة غير نمونة. حط شوي بصل زيادة يا ربي ما خلنا إلا ريحة. يلا وهذا طالع عماركم غدانا اليوم. كيا نام؟ Indian dish مطن قربة. مرة ثانية. Indian dish مطن قربة. Big voice. Indian dish مطن قورما. Upper little شيل فوق عاد. Indian dish مطن قورما. بعد مرة. Indian dish مطن قورما. I can't hear you. Indian dish مطن قورما.